بهذا الكورس رح نحكي عن الأردوينو. هذا الكورس مخصص للمبتدئين في عالم الأردوينو. رح نحكي عن مواضيع أساسية بتتعلق بالأردوينو وبتأهلك تتعامل مع الأردوينو بشكل بسيط، ويصير عندك القدرة على إنك تبرمج وتعمل مشاريع بكل سهولة. هذا الكورس رح نشرح لغة أردوينو سي، ورح نشوف كتير تريكات ورح نعالجها لحتى يصير عندك الكود مقبول وواضح. بهذا الكورس رح يكون عنا 2 مقدمة. مقدمة عن الهاردوير رح نشرح فيها الأردوينو يونو والانترفاس تبعه. مقدمة عن السوفتوير اللي هو أردوينو اي دي اي، طريقة تعامل بهذا الكورس. رح نكتب الكود قدامكم ونبلش نعدل فيه ونظبطه ليصير كود مقبول وواضح. رح نشرح كل شيء او اغلبية الاشياء عن الكودات مثل اللوب والوايل والاف كونديشن والفاريابل. رح نستعمل كذا سوفتوير، رح نشوفهم تباعا يلي بيساعدوك انك تشتغل بالاردوينو بشكل بسيط وواضح.